من الخمس مرات في ثلاث انتصارات الاهلي، مكانه الاهلي ليها صدى عالمي كبير، ولما بنقول ده بنقول ده من على ارض واقع ووفقا لحقائق على الارض. النهارده زار النادي الاهلي وفد من قناه المانيه كبيره، قناه زد دي اف، دي واحده من القنوات الرياضيه الكبيره جدا في المانيا، قناه تاسست 1959. جايين يسجلوا ايه حكايه النادي الاهلي؟ ايه قيمه المنشات الرياضيه في النادي الاهلي؟ وحقيقه النادي الاهلي ومستوياته خاصه في كره اليد بمناسبه استضافه مصر لكاس العالم لكره اليد. استقبل الوفد الالماني الكبير العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، اللي المهندس عادل القيعي صمم يبعت له الكاميرا بتاعه الاسبوع اللي فات مخصوص تبقى دلوقتي مع العميد محمد مرجان في مكتبه كمدير تنفيذي للنادي. سياده العميد مساء الخير. يا استاذ بريم ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم كابتن عادل، ازاي حضرتك؟ الاول بس عايزين الساده المشاهدين، انت قاعد دلوقتي في المكتب؟ انت قاعد دلوقتي في المكتب يا محمد؟ انا قاعد في مكتبي بس عشان الناس تعرف الامكانيات. ايوه قاعد في المكتب. المهندس عادل عايز يشاور لك من هنا. قاعدين في المكتب. ربنا يديك الصحه و احكي لنا زياره دي. ده المكتب اللي انت كنت فيه يا كابتن عدلي، ده المكتب اللي حضرتك كنت فيه. بس بقول لك ايه، هو ما جابش الثلاثيه. والمكتب اللي انتوا سلمتونا الامانه فيه. بس هو ما جابش الثلاثيه، انت جنبك الثلاثيه. وباذن الله باذن الله تسلمه لحد برضه كده على مستوى حضرتك يا رب. تؤدي اداء رائع ونعمه يعني المانجر يعني. انما احكي لنا بس على الزياره دي واهميتها يا رب. هو ده اللي احنا بنديه والله يا كابتن عدلي والله. اتفضل يا سياده العميد على زياره الوفد الالماني لقناه زد دي اف، ايه اللي حصل؟ طبعا انا بس عايز يعني اقول اكمل على كلام كابتن عادل القيعي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بس يكرمنا فعلا ونسلمها على خير ونسلم الامانه يعني زي ما استلمناها. احنا عملنا مجهود وبذلنا مجهود، وان شاء الله باذن الله زي ما استلمناها منكم يا كابتن عدلي ومن الناس افاضل قبلينا، ان شاء الله نستلمها بعدينا لناس تبقى افضل مننا وتكمل مشوار بشكل كويس ان شاء الله. طبعا يا استاذ ابراهيم، الوفد الالماني هو جاي عشان خاطر زي ما حضرتك قلت، هو بيغطي احداث كاس العالم اللي كل كره اليد اللي كل العالم منتظرها، اللي مصر بذلت فيها مجهود جامد جدا، اللي النادي الاهلي بدوره كمؤسسه رياضيه بيشارك اللي ازاي البطوله دي يعني تقام ان شاء الله باذن الله، عشان دي هتبقى الفخر لمصر كلها. الناس النهارده كانوا جايين عشان يعملوا تقرير عن كره اليد، اتحول التقرير زي ما انتم شفتوا كده من كتر ما هم جالهم يعني الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي بالنسبه لهم شافوه ما كانوش متوقعين اللي فيه صرح رياضي على مستوى الشرق الاوسط، او عندهم كمان انت عارف يا كابتن عادل واستاذ ابراهيم الانديه بره بتبقى عباره عن ملعب يد فهو ده نادي، او ملعب كره قدم فهو نادي، لكن ما شافش المستوى الاجتماعي او المستوى الرياضي بالشكل ده. فجم طبعا في مقر الجزيره وراحوا مقر مدينه نصر، ده كان بالنسبه لهم حاجه يعني مذهله وحاجه كبيره جدا، وخصوصا اما شافوا القطاع العريض بتاع القطاع الناشئين والناشئات واولادنا في المدارس والتجهيزي، وبعد كده دخلوا على المنشات بتاعتنا في النادي برضو نفس القصه، زاروا فرع الشيخ زايد، وزي ما انتم شفتوا احنا فوجئنا اللي هم عملوا تقرير بالكامل عن مصر وعن النادي الاهلي، فالواحد طبعا كان فخور بيه جدا، وكان اول حاجه كان لازم قناه النادي الاهلي تذيع هذا التقرير عشان خاطر برضو يعني اعضاء النادي الاهلي واللي شغالين بينتموا للنادي الاهلي كلنا بيبقى احنا محظوظين اللي احنا بننتمي لهذه المؤسسه، فربنا يوفقكم ان شاء الله ونكون ناقلين الصوره بشكل كويس لاعضائنا وجماهيرنا. بدايه لازم اشكرك على الجهد الكبير اللي بذلته عشان ملك وكتاب يلحقوا ياخدوا التقرير النهارده اللي هنذيعه ويعرفوا الخبر، ودي صور في نفس اللحظه بتورينا الجوله اللي خدوها ويعني لقطات عن مصر وعن الحضاره اللي يقدروا يعني يعكسوها من خلال زيارتهم، وهو ده النادي الاهلي يا محمد بيه يعني. دي لقطات من الملعب. الحمد لله، ما هو ده دورنا. يمكن احنا اتفضل. يمكن يا كابتن عادل ده دورنا يا استاذ ابراهيم. كان في برضه لو انتوا يعني هنرجع ورا شويه، كان في بطوله دوره المرتبط لكره السله كانت مقامه في اسماعيليه، ويمكن النادي الاهلي يعني عانى فيها في مواقف كتير لعدد اصابات للفريق المرتبط واصابات في الدرجه الاولى وسواء الرجال او السيدات، ولكن برضه حفاظا على المنظومه الرياضيه كامله
الحمد لله كان في الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه وكابتن رفعت دلال مدير النشاط الرياضي، اتعمل برضه لجنه عشان تدير الازمه بشكل محترم مع رئيس النادي المتواجد خارج البلد في دبي، وقدرنا نديرها بشكل محترم برضه حفاظا على اولادنا وحفاظا على الرياضه المصريه، والحمد لله النادي الاهلي توج بالبطوله. احنا عايزين نتكلم ده دور النادي الاهلي مع ال- 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 الرياضه المصريه او الدوله المصريه، ده دور النادي الاهلي سواء انت بتطلع لعيبه بتخش منتخبات او بتساعد ازاي تقام يعني بطولات بدورك بهدوءك بتماسكك. الحمد لله رب العالمين، هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس. بس مؤكد ان الالمان كانوا مستغربين ومندهشين لانه في نادي عنده كل القدرات الرياضيه والاجتماعيه مع بعض، لانه ده سياده العميد مش موجود بره انك انت تلاقي نادي عنده هذه الاعضاء وعدد الالعاب في يعني 17 18 لعب على كل المستويات. مؤكد المساله بالنسبه لهم كانت غريبه. دي حقيقه، يعني النهارده ما فيش نادي في العالم كله عنده 19 لعبه بيصرف عليها. يعني كابتن عدلي طبعا استاذنا وهم سلمونا الورث الثقيل دوت، وان شاء الله بنحاول نزيد. ما فيش حته في الدنيا بتصرف على 19 لعبه ومطلوب في ال 19 لعبه الحصول على المركز الاول. انت يمكن انديه مصر كلها في الالعاب كلها او على المستوى الافريقي او العربي النادي الاهلي ما بيشارك في بطوله، اي نادي بيبقى هدفه يكسب النادي الاهلي، دي بطولته اللي هو كسب النادي الاهلي، اما النادي الاهلي بيبقى هدفه يكسب البطوله. فشوف بقى الضغط على اولادنا من سواء بقى من اعمار السنيه في قطاع البطوله، سواء بتبدا من 11 او 14 سنه في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه نفس القصه، مطالب ان النادي الاهلي يكسب بطوله مش يكسب نادي واحد. فطبعا الناس بتبقى مستغربه اللي انت عندك 19 لعبه، عندك نشاط اجتماعي بالشكل اللي هم شافوه، عندك نشاط رياضي، انت بتحاول بقدر الامكان تبقى دايما في رقم واحد. هو ده كان الاستغراب، والحمد لله احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى هذه المؤسسه تفضل مستمره بالشكل اللي بيليق بيها واللي بيرضي جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله اللي يرضي اعضاء وجماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه في بدايه السنه الجديده، ايه الجديد والقريب هيفتتح في منشات النادي سواء في الجزيره او في مدينه نصر او في الشيخ زايد، واخبار التجمع ايه؟ اولا طبعا لازم اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله تبقى 2021 سنه خير وسعاده علينا. الحمد لله 2020 كانت سنه الحمد لله يعني برغم وباء كورونا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى انهاها علينا بفضله ببطوله افريقيا الغاليه على قلوب جماهير النادي الاهلي واعضائه، وبرضه نفس القصه كاس مصر، والنادي الاهلي بيفوز بالثلاثيه في 2020. نتمنى في 2021 ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي بيحقق طموح اعضائه وجماهيره. الفتره اللي جايه باذن الله اما رئيس النادي كابتن محمود الخطيب يوصل بالسلامه بكره، هيبقى في اجتماع على طول يوم السبت عشان خاطر هنقعد مع المشرف الهندسي نضع خطه استلام او افتتاحات بعض المشروعات خلال الفتره اللي جايه، وعلى راسها الشيخ زايد. احنا عندنا في الشيخ زايد النهارده مجمع الاسكواش المفروض هنستلمه في شهر فبراير، المفروض مجمع صاله الجمباز ومجمع كاراتيه، اكبر مجمع كاراتيه فيه 6 ملاعب كاراتيه ان شاء الله، دول المفروض طبقا للجدول الزمني نستلمهم اخر فبراير. فاول لما يرجع كابتن محمود الخطيب ان شاء الله فهنقعد مع المهندس سامح ونبدا نشوف الفتره اللي جايه الاستلامات هتبقى شكلها عامل ازاي. نفس القصه في الجزيره عندنا استلام المدرج كره القدم الدور العلوي فيه، ده تم تجهيزه على اعلى مستوى سواء غرف خلع ملابس او وحده علاج طبيعي للفرق الجماعيه كره يد وكره سله وكره طايره ان شاء الله. بالنسبة لمدينة نصر احنا شغالين لو حد بيروح هناك طريق النصر مع حسن المأمون، احنا شغالين اسوار مدينة نصر، وده كابتن عدلي حضرتك طبعا هتبقى اكتر واحد عارف. من سنة 92 منذ انشاء الاهلي مدينة نصر النادي كان لا يستطيع الحصول على تراخيص لانشاء سور عشان خاطر المنطقة اللي هناك، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اخذنا التراخيص، الاسوار يعني خلاص على وشك الانتهاء ان شاء الله، فهنستلم الاسوار برضو باذن الله في نهايه شهر فبراير، وهنخش بعديها في جراج مدينه نصر اللي بيضم 700 او 750 وممكن 800 عربيه على مساحه 30,000 متر، برضو هنستلمه ان شاء الله باذن الله في شهر 4 باذن الله بماكسيمم شهر 5 او 5. ده هيحل ازمه كبيره جدا مع اعضاء مدينه نصر وخصوصا بعد التوسعات اللي بتحصل في شرق القاهره كلها، وده برضو تماشيا مع الدوله المصريه، يعني ده تماشيا مع التطوير اللي بيحصل هناك في البنيه التحتيه، ده تماشيا معاها فبنعمل الانشاءات اللي موجوده. نفس القصه التجمع الخامس الهيئه الهندسيه مشكورا شغالين تواصل ليل مع النهار، المفروض باذن الله باذن الله طبقا لاخر اللقاء كان موجود الاستلام افتتاح المرحله الاولى هيبقى في شهر 6.
ممكن ربنا يكرم تبقى اخر ستة او لسه ما حددناش، ولكن هرجع اقول تاني احنا عندنا لقاء مع المستشار الهندسي فور عودة رئيس النادي ان شاء الله، هنحط فيه جدول زمني وهنعلن عنه بالفترة اللي جاية باذن الله. سيادة المدير ربنا يديكوا الصحة ويقويكوا، والتحدي مستمر وكبير، وشغل اللي تم مذهل على مستوى المدة اللي فاتت، وعشان كده احنا بنحب النادي الاهلي، وعشان كده بنفخر بالنادي الاهلي، وعشان كده حاسين بعظم المسؤولية وثقل المسؤولية، وربنا يوفقكم كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب يا كابتن عدلي، وده اللي احنا يعني انا عارف ان كل الناس بتحب النادي الاهلي، عشان كده بنقول نتمنى في 2021 الجميع يقف مع الناجح، يقف خلف الناجح. يمكن 2020 و2019 شفنا فيها عكوسات كتير، ولكن نتمنى بقى في 2021 نقف مع الناجح، وهنمد ايدينا نساعد كل الناس دي، هترجع على الرياضه المصريه كلها بالخير. بلدنا تستحق ان احنا نتكتف كلنا عشان نبقى رقم واحد باذن الله في كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، حدثكم صوت وصوره من مكتبه في النادي، ودايما وابدا يا باشمهندس وراء كل مجلس اداره ناجح مدير تنفيذي كفء. مطبخ قوي. مطبخ قوي بقياده الشيف بيبقى مدير النادي. الشيف طبعا حلو. المطبخ ده لازم يبقى قوي جدا. الناس ممكن ما تشوفش الشيف، لكن تبقى قاعده هي بتستمتع بالاكل، ها، وحاسين ان المكان ده مميز. لكن من المهم جدا بصراحه ان احنا كل الشيفات الناس تشوفها وتقدرها وتحس بدورها. انت عارف انا رحت تجولت كده حوالين مدينه نصر، حجم الشغل اللي بيتم في الطرق والكباري، واذا كان هيبقى فيه انفاق عشان سلاسه الحركه، الجراش اللي بيعمله النادي الاهلي ده هيؤدي الى اسهام بتاعه كله. تصور انت 800 عربيه كانت بيركنوا خارج النادي هيخشوا جوه النادي. تخيل السلاسه المروريه اللي هتحصل. هو ده النادي الاهلي، وهو ده دوره المجتمعي، وهو ده اسهامه في خدمه وطنه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيره هتتمسك من عظمه لسانها.